اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، اساتذتنا الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. اهلا وسهلا. الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف منور الدنيا يا كابتن. الله يخليك. يعني هبدا طبعا بكلام بحضراتكم في البدايه. النهارده لجنه الحكام، وهناك مقترح من رئيس لجنه الحكام بان يكون هناك اختيار للحكم المصري فقط خلال الفترة القادمة، هل ده ممكن في ظل ان انا ما عنديش مسطرة واحدة بشتغل عليها مثلا كحكم مصري؟ لو تفتكر اخر مرة كنا مع حضرتك الاسبوع اللي فات كان قبل السوبر. قبل السوبر المصري اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا هل معنى ان احنا بنشجع تجربة ان يبقى الحكم مصري، هل ده معناه ان احنا لو شفنا اخطاء مش هنتكلم فيها؟ بالظبط. اتفقنا لا، احنا قلنا انه التقييم الفني حاجة وان احنا نشجع تجربة الحكم المصري حاجة تانية. صحيح. ولذلك اللي حصل برضو النهاردة بشهادة زملكاوية كتير سواء على الفيسبوك او في اي مكان اتكلموا على ان فعلا الحكم ما كانش وليد عبد الرازق، يعني مش فير على الاطلاق. ويمكن حضرتك في الانترو فكرت الناس، وده كان مهم جدا، بموقفه قبل كده مع محمود متولي لما نقاه واختاروا كده نقاه. يبقى احنا كان عندنا حق ساعتها طبعا، قلنا ان هو كان يعني اصلها كانت باينه يا كابتن. انت عارف يا استاذ جمال وانا برضو معلش انا بروح احاسب نفسي طبعا. يعني انا بروح بالليل النهارده احاسب نفسي على الكلام اللي اتقال، وساعات ببقى يعني عشان مسؤوليه انت بتقول مسؤولية كلام انت ممكن قدام ملايين فبتبقى متضايق لو في حاجه يعني. فانا ساعتها انا فاكر قلت طيب يمكن الراجل ما كانش قصده والله يا استاذ جمال، قلت كده لنفسي يعني. ما احنا قلنا لما بتبقى الاخطاء، لكن لما شفت النهارده الخطا قلت انا يعني قعدت ساعتين ثلاثه ولا اكتر شويه ولا اقل شويه بحاسب نفسي انا غلطان ان انا كنت بعمل كده. لانه النهارده بان ان لا، ما هو محمود متولي راح وعمل كده زي او ما عملش. لما عملش عواد قلت لازم يبقى فيه، عملوا كده، حط ايده عليه، حط ايده عليه، حط ايده على الحكم. قلت لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه مسطره. بالظبط. اللي يتعمل في الموقف ده لازم اطبقه في كل المواقف المشابهه. صحيح. ما اقعدش اختار ده عشان كذا وده عشان كذا، لا لازم يكون في. اذا كنا عاوزين تجربه ناجحه للحكام المصريين لابد ان يكون هناك عداله. زي انت بنعيدها تاني، شوف بصت عينيه يعني ان فوق حتى سبحان الله. لا فوق باين ان هو عينه عليه، عينه منه يعني واضحه جدا يعني. صح. فالحقيقه يعني الاثنين هو ده اللي يخليني واللي أكار. تحت بقى الصوره اللي تحت، الصوره اللي تحت حاطط ايده عليه يعني ده مع انه بيصوروا لنا ان الحكم لا يمس، وده الحقيقه. هو الحكم لا يمس فعلا، يعني المفروض ما فيش اي حد من اللعيبه يلمس. لا طبعا ده الحكم لا ده لا طبعا طبعا, طبعًا. لا لا لانها بتعتبر شروع في اعتداء يعني، حتى لو لمسوا بس كده ده معناه على طول انه شروع في اعتداء يعني. صحيح. فطبعا دي حاجه لازم هقول لك ايه، هنهديها لبريرا. هو بريرا ساكت بيتفرج زينا على ما يبدو. بريرا بس انا علمت النهارده يا استاذ محمود، ويمكن حضراتكم تكونوا عرفتوا هذا الامر. علمت من مصادرنا داخل اتحاد كره القدم ان رئيس لجنه الحكام بريرا طلب من اتحاد كره القدم الغاء بند ما يخص استقدام الحكم الاجنبي. فقالوا له يعني صعب ان احنا نلغي؟ قال لهم يبقى تصعبوه على قد ما تقدروا، علشان انا بدايه من الموسم القادم انا مش عايز استعين بحكام اجانب مهما كانت الظروف ومهما حصل. احنا قلنا الفكره ماشي. حلوه ماشي ماشي مفيش مفيش يا كابتن اسلام، الكلام ده 10 على 10 واحنا كلنا لازم ندعمه على فكره. بالظبط. تحت اي ظرف. ازاي؟ ما انا هكلمك. هدعمه طبعا. هندعمه، لازم تدعمه. ما هو تدعمه بس ايه المحصله ايه في نتيجه الدعم؟ لازم تبين لي نتيجه ان انا كنت ان انا بدعم بقف معاك انه حجم الاخطاء ده يقل. صحيح. بالزبط. انك انت مش عاوز اعرف عقبه الحكم ازاي بقدر من ان انا اشوف الحكم مختلف في مره ويبقى عنده الحياديه رقم واحد، ده يشغله لا لون احمر ولا ابيض ولا اصفر ولا الكلام ده. لكن لما يجي بحسابات النهارده وهذا الحكم من الحكام يعني المتمرسين فيه تعبيرات الوش،
هديك تعبيرات انه حكم صارم وجاد. لكن في ماتش النهارده لما انت تلاحظ النهارده في الدقيقه 42 في الدقيقه 39 دونجا خد انذار بسبب عرقله مصطفى حماده لاعب بروكسي. في الدقيقه 42 نفس اللاعب تعرض لكوره تجاوز بها دونجا وتعرض للعرقله. فكر الحكم للحظات لو انت لو اللقطه موجوده تلقى الحق تلقى ولد عبد الناصر فك لقطات ما بين ايه ما بين نارين ياخد قرار ويوقف. لو ادى فاول لازم يدي انذار الثاني. لو ادى فاول لازم يدي انذار الثاني. فهو ما اداش الفاول مشى اللعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه راجع ضربتين الجزاء كابتن جهاد جريشه. معلش قبل ما حضرتك تكمل كابتن جهاد جريشه دلوقتي او من شويه يعني قال ان هناك ثلاث ضربات جزاء. انا شفت واحده وبيقولوا لي لا في اثنين. لا في اثنين كابتن جهاد قال ثلاثه. قال ثلاثه وقال لك ان الحكم كابتن وليد عبد الرازق لم يكن موفقا في هذه المباراه. على فكره جهاد جريشه من القليل ان هو يعمل على حكم كده او يعمل عليه مش موفق. لا ما انا بقول لك طيب اصلك احنا خدنا فتره مش قال لك كلاتنبرج والاهلي وجايبينه دلوقتي بقى بيجيب كلاتنبرج نضرب بالمثل في انه يحلل اداء ايه المشهد. يا جماعه تريحونا كلاتنبرج كان وحش ولا كلاتنبرج كان سيء دي النقطه. طيب بيريرا في حاله الصمت دي وانه راجل واخد قراره ومفاهم اتحاد الكوره. طب هل الناس فهمت بيريرا خطوره الامر ولا هناك في توجيه جاي؟ يعني اللي جاب بيريرا وتعاقد معاه جاي من بره قايل له اسمع اللي احنا بنقول لك عليه عشان تاكل عيش وتعدي الامور ولا في تقييم وهدف للمرحله؟ هنا بقى يبان خطوره الامر يا كابتن اسلام. بمعنى صحيح في اخطاء على الفتره اللي فاتت كنا دايما مع كلاتنبرج بعد كل جوله وكل مرحله يطلع يقول لك ايه لا في فلان عمل كذا فلان عمل كذا. طيب هل انت ملاحظ يعني هنقول ايه ملاحظين التصحيح يعني مش خطا واحد ده انت كده عندك اربع اخطاء بكلام كابتن جهاد جريشه اللي بيقوله انه في ثلاث ضربات جزاء وانا بقول لك ضيف عليهم لعبه الناس اغفلتها وما خدتش بالها منها في المباراه. اللعبه دي لازم توقف عندها لانه دي حاجات بتغير مصير ايه جهد فرق طبعا. صحيح الكلام ده ينطبق على الكل مش ينطبق على حد. زي ما انت بتقول ايه يا اما الناس تبطل الكلام عن التحكيم خالص وتسيب الدنيا زي ما كده ونلغي استوديوهات التحليل اللي في الموجوده في الاستوديوهات خلاص ما حدش هيتكلم لانه اللي بيتكلموا يعني ما انا بكلمك اهو ما انا بتكلم. لا انا بتكلم انا بقول لك ايه يا اما ما انا بقول لك مش مساله استوديو تحليلي. ما هو كلامك خلي بالك برضو في الاستوديو التحليلي ده بيبقى فيه توجيه وانت فاهم وانا فاهم وعارفين كل حاجه. يعني يظهر لك لعبه ويغفلك لعبه ثانيه. ما حد يعني عاوز اقول لك ايه يا من الصالح يا نبطل يا ما نبطلش. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا برضو عاوزين نفهم يعني ايه الخطوات اللي خدها بيريرا عشان يتلافى الكلام ده. يعني هنشوف ايجابيات ايه هنكمل يطلع يقول لنا يعني يطلع يقول لنا مثلا لنا. انا عندي انا ضد في مالطا حضراتكم اساتذه كبار وكل واحد فيكم في مكان كبير جدا وقد الدنيا وكل حاجه وبتتكلموا وهنا بنتكلم وبنتكلم بمنتهى احنا لا نجرح في احد ولكن احنا بنطالب بتحقيق العداله. انا ما بجرحش في كابتن ما اعرفش كابتن عبد الرازق ولكن انا بنتقد. عاوزين لا عاوزين نقارن بين الموقفين يا كابتن ما بين التكشيره المرعبه اللي عملها مع محمود متولي ولعبت الاهلي. لا 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 خلينا في النهارده. لا هو النهارده والنهارده هو بيضحك والتاني ايه انت عارف انا يهمني ايه الانذار. ما خلاص بقى يا كابتن ما انا بقول لك الموقف لا يعني لا تدي انذار فوق ما تديش انذار. انا بقول لك اهو يا كابتن يعني شوف انت الموقفين عاملين ازاي يبين لك الحسابات والانتماءات والالوان. انت كده كحكم حطيت نفسك في الدايره خلاص مش تخرج منها. يعني بص لما تيجي تظهر اي في مباراه ليك تاني هيبقى عندك حسابات. ايه الحسابات؟ انك انت الناس تسريع بقى تاريخ. لا انت عملت في 1 2 3 4 5 6 الكلام ده ايه يا كابتن؟ هنا لجنه الحكام وقلنا ان اتحاد الكوره قراره من الاول باستخدام تحكيم حكم اجنبي لابد يكون ايه؟ انا عارف بقول انا عندي هصحح في 1 2 3 4 5 6 لازم كل فتره يطلع بيريرا يقول يا جماعه احنا عندنا جمله اخطاء في 1 2 انا ساعي ان انا اطلع اجيال جديده الناس دي عندي هتكمل معايا واشوف بعد كده. لكن استمرار المشهد بالمؤسف بالصوره دي وانه ده مثلا من يعني عاوز اقول لك ايه من وليد عبد الرازق وغيره ومباريات تانية ممكن احنا ما شفناهاش ما شفناش اخطائها برضه عشان نكمل نجمل صحيح. نعمل جمله التقارير ماشي. لا لازم يكون في تقييم للمرحله برضه. يعني تقول ايه تيجي في فتره كده يا كابتن اسلام مع فتره توقف تقول لا انا في لقطات شغلت الراي العام لا حساباتها كان 1 2 3 والحكم هيبقى في موقف منه خلاص. لكن انت سايب المشهد كده رغم الناس عابت على كلاتنبرج الكلام ده لكن كلاتنبرج كان عنده فرصه انه بيديك فرصه ايه انه يقول لك لا دي غلط دي صح دي ماشيه. انت كده عرفت ان هو الحكم ده عنده خطا عنده خطا فعنده كذا وبعدين يا كابتن ده دي مباراه في دور ال 32 يعني المفروض انت لما بتختار حكامك كلجنه يعني وطبعا اللي بيختار اكيد المسؤول عن التعيينات
كابتن محمد فاروق. يعني ما اعتقدش انه بريرا يعرف وليد عبد ال ما يعرفوش يعرفهم فين. ما انا بقول لك اكيد اللي معينه حد من المجموعه المصريين اللي في اللجنه. فهي القصه ايه بقى؟ ان انت هتقول اللي ناقصك الفار؟ لا، ده حكم ينقصه الكثير. صحيح، ده الفار ده بيكمل الحكم من الحاجات اللي بيشوفها نواقص الحكم. طب انا هسألك سؤال تاني بطريقه تانيه. وانا ما ينفعش كحكم احسب ركلتي جزاء؟ ليه ما ينفعش في مباراه واحده في كره القدم؟ ما احنا بنشوف ماتشات على مستوى العالم. يعني ينفع؟ ينفع جدا. جمال غندور حسب خمس ركلات جزاء في مباراه واحده بره؟ يمكن انا مش فاهم. لا لا، كابتن جمال غندور في احد مره المباراه للاهلي اعتقد والقناه، الاهلي والقناه اتحسب خمس ضربات جزاء. بص هو الحكم مش انا بقول لك يعني، وفي مباريات تانية برضو احنا ما كنا شفناهاش بتحس فيها اكتر من اربعه وخمسه. الحكم اداء دي اخطاء يا كابتن، مش عايز. انا من وجهه نظري انا شفت المباراه كامله. انا ما اتفرجتش عليها كامله، لا انا شفتها كامله. أداؤه اصبح اكثر خوفا ومش عايز اقول جبنا بعد شيكابالا لما وقع في منطقه الجزاء. بس دي بقى باينه ان ما فيش حاجه يعني. ايوه لا انا يعني بقول لحضرتك كان في اعتراض عليه جامد. ايه المشكله؟ ما انا بقول لك كل الحكام بيتم بعدها. لا بعدها انا ملاحظ ان هو بقى مرتعش. يعني أداؤه مرتعش اكتر، كانت واضحه جدا. لان بعدها بقى جت الايه ضربات الجزاء والحاجات اللي ما اتحسبتش. خلي بال حضرتك حتى لما نقول او بنيجي نتكلم على الفار فيما يخص هذا الامر، ضربات الجزاء اللي واضحه، هاتلي الصور تاني لو سمحت. مش محتاجه فار. ايوه ما هو ده اللي احنا بنقوله. يعني انا اقصد اللي نجح ان هو يصور الصوره دي اهي. بص حضرتك بص اللي نجح الصوره يصورها واضحه. ايوه واحد ماسك واحد وبيزقه او باينه طبعا من التيشيرت بتاعه. والراجل مصور فوتوغرافي اهو طلعها. معنى كده ان انت كحكم قادر في الثانيتين ثلاثه دول ان انت تشوف ان ده خطا يا كابتن. هو الاساس ان هو وتحسب ركله جزاء اخرى. مش الحكام دي كانت بتحكم ماتشات قبل الفار؟ الفار جاي للالعاب الصعبه زي دي. لا اقل من دي. على رأيك. لا ده دي سهله على رأيك. يعني باينه بقولك من لقطتين فوتوغرافيتين او ثلاث لقطات. صح باينه جدا. صح يعني دي اللقطه دي واكيد خدت ثانيتين. قول ثلاث ثواني مثلا. يعني 100% هيشوفها شافهم. يا اما هو يا اما المساعد بتاعه. طبعا طبعا. يعني مش معقوله عدت. يعني انا في هذه اللحظه او لما شفت الكره دي وشفت الكره الثانيه بتاعه الانذار اكتر الحمد لله نفسيتي استريحت. ان انا يومها يوم محمود متولي الحقيقه قلت قد اكون قاسي على يعني الحكم بيني وبين نفسي بصراحه. انا اول مره اقول هذا الكلام، لكن بيني وبين نفسي كده هو كده ثبتها. يعني هو بعد اللي انا شفته النهارده مليون في الميه هو كان يعني كان عنده خطا في اتجاهه مع محمود متولي في مباراه المصري الاهلي والمصري اللي كانت. ندعو الله للحكام الهدايه، لان هم كده بيضروا التحكيم المصري اكبر ضرر.